السلام عليكم، معكم الدكتور محمد عبد الله الجرافي قسم الهندسة المدنية، وهذه مادة Structure Analysis 1 المحاضرة الرابعة. طبعا تعتبر المحاضرة الرابعة باعتبار الفصل الدراسي، بمعنى أنه خلال هذا الفصل الدراسي درسنا ثلاث محاضرات، هذه المحاضرة الرابعة، ولكن يمكن تصنيفها أنها المحاضرة الأولى من ناحية التدريس بطريقة التعليم عن بعد. الثلاث المحاضرات السابقة شرحناها بالطريقة الكلاسيكية، الطالب يحضر، الدكتور يحضر إلى القاعة الدراسية ويدرس الدكتور الطلاب في الفصل الدراسي. الآن بسبب توقف العملية التعليمية في اليمن اتجهنا إلى التعليم عن بعد. فحبيت قبل ما أدخل إلى موضوع الدرس أشارككم بثلاث مزايا للتعليم عن بعد لو قررناها بالتعليم العادي، مع العلم وهو مفهوم أن التعليم العادي له مزايا كثيرة، لكن أريد أن ألفت نظركم إلى ثلاث فوائد ومزايا للتعليم عن بعد قبل أن نبدأ الدرس. الميزة الأولى هي وقت سماع المحاضرة. في الطريقة العادية، الطريقة الكلاسيكية، أنت مجبر تحضر المحاضرة مثلا من الساعة 8 إلى 10 يوم الأحد. هذا الوقت قد يكون لا يناسب الجميع، قد يكون الطالب غير جسده وذهنه غير مهيئ لسماع محاضرة وتلقي المعلومة، لكن هنا في التعليم المفتوح تستطيع أن تحدد الوقت المناسب جسديا وعقليا لبدء المحاضرة. فلنفرض أن بعض الناس يحبوا فهم المذاكرة من العصر، فيستطيع أن يفتح هذه المحاضرة العصر، بعضهم الليل بعضهم الصباح. فبالتالي الميزة الأولى ألخصها بأنك تستطيع أن تفهم هذه المحاضرة في الوقت الذي يناسبك. الميزة الثانية أنك تستطيع أن تعيد عدة فقرات، عدة مرات النقاط التي لا تستوعبها، بعكس الطريقة العادية. الطريقة العادية قد تسأل الدكتور أن يعيد لك نقطة، نقطتين، سؤالين، ثلاثة، ولكنها تحرج ولا تستطيع أن تواصل في الأسئلة. هنا في التعليم عن بعد لديك الملف موفي، تستطيع أن تكرره بالكامل أو تكرر عدة دقائق في الموضوع الذي لا تستوعبه وتريد أن تعيده عدة مرات. آخر مزية، وطبعا وليس آخرا، هنا كثير من المزايا، أنها تساعدك على فتح أفق، فتح الأفق في التعلم، تعدد مصادر التعلم. في الطريقة العادية تحصل مصادر التعلم بالدكتور والملزمة أو الكتاب، لكن هنا أدخلنا المعلومات التي ممكن نأخذها من النت. ممكن الآن زي ما دخلت الآن ونزلت هذا المحاضرة تستطيع أن تقول أنك تأخذ أحسن محاضر وأحسن دكتور بأي لغة تحبها في أي موضع تحتاجه، وتنزله من اليوتيوب، تنزله من الجوجل، وتختار الماتيريال سواء كانت موفي، سواء كانت بي دي اف، سواء كانت مقالة، سواء كانت رسومات. وبالتالي هذه الطريقة توسع مداركك وتستطيع أن تعدد مصادر التعلم. شكرا جزيلا، ونبدأ الآن في موضوع الدرس وهو المحاضرة الرابعة. كي تكون الرؤية واضحة حبيت أذكركم بهدف هذا الكورس. Object of this class is calculate slope and deflection due to the bending at any point on a beam. هدف المقرر بأكمله حساب السلوب أو الميل وكذلك الديفلكشن للبيم بسبب العزوم الناتجة من الأحمال. ولحساب السلوب والديفلكشن لدينا أربع طرق. الطريقة الأولى الدبل انتجريشن ميثود، الطريقة الثانية مومنت اريا ميثود، الطريقة الثالثة كونجكت بيم ميثود، الطريقة الرابعة إلاستيك انرجي ميثود أو فيرتشوال وورك. خلال الثلاث المحاضرات السابقة درسنا الطريقة الأولى الدبل انتجريشن ميثود. الآن في هذه المحاضرة الرابعة سوف نبدأ بشرح المحاضرة أو طريقة المومنت اريا ميثود لحساب السلوب والديفلكشن للبيم. سنستغرق في هذه الطريقة ثلاث محاضرات. فهذه المحاضرة الأولى
ولدينا بعدها محاضرتين آخرتين. وللتذكير برضو لدينا الريفرنس كتاب Structure Analysis الطبعة الثامنة للمؤلف أو المهندس آر سي هبلر، الشابتر الثامن والشابتر التاسع، هذا هو المقرر في Structure Analysis 1. نذكركم أيضا بملخص ما درسنا في الثلاث المحاضرات السابقة وهي معادلتين. المعادلة الأولى قيمة الميل سلوب اللي هو دي واي على دي اكس يساوي تكامل الام في الدي اكس، الام العزم، فتكامل العزم بالنسبة للمسافة للبيم يعطيك اي اي في الثيتا، الثيتا هو السلوب او الميل لأي نقطة، الاي المومنت في نورشيا، الاي المودلس اوف إلاستيستي. هذه المعادلة الأولى. والمعادلة الثانية اي اي واي او الهبوط يساوي تكامل السلوب او التكامل الثاني للعزم، فهذه المعادلتين اللي استخدمناها في الطريقة الأولى وكذلك سنستخدمها في الطريقة الثانية اللي هي مومنت اريا. المعادلة التكرار، المعادلة الأولى يقول تكامل العزم يعطيك السلوب او الميل مضروب في الاي اي، تكامل السلوب يعطيك ايش الهبوط.